قبل ما نحكي عن الدواء لعلاج الصرع، عندك أسئلة بعد أو مخاوف؟ إيه دكتور، عم نفكر إنه فاتن ممكن تتجوز قريباً، هل هيدا الشيء مشكلة؟ يمكن ما لازم نخبر الشاب أو عائلته عن وضع فاتن. الأشخاص يلي عندهم صرع فيهم يعيشوا حياة طبيعية، ما في داعي تخبوا وضع عن حدا. بالواقع أفضل تكون العائلة عارفة بوضع كرمال سلامتها. فيها كمان تجيب ولاد، فما تعتلي هم. وقتها تقرر تجيب ولاد بدنا نعمل شوية تحضيرات وتاخدي شوية فيتامينات زيادة. لهيك تأكدي إنه تخبريني لما تكوني جاهزة لهالخطوة. إذا في حاجة ممكن نغير الدواء أو نخففه. توقيف الدواء وأنت حامل خطير جدا، لأنه إذا عملتي نوبة ممكن تأذي حالك والولد، وبعد ما تولدي بدك تكوني عم ترضعي. بدنا نتأكد كمان إنك عم تستمري بأخذ الدواء، لأنه الدواء ما بيأذي الطفل. ورح نتأكد كمان إنه نشوف الطبيب المختص أنت وعم تتحضري لهالخطوة. شكرا دكتور، طمنتني. أوكي، يعني عندي صرع، في شي ممكن نعمله تنوقفه؟ الصرع حالة طبية شائعة وبتتجاوب كتير منيح مع الدواء، خاصة الأدوية اللي بنسميها مضادة للصرع. العلاج بسيط كتير ومش غالي. إذا بتاخديه بحسب الوصف الطبي وبانتظام، في احتمال كبير إنه فيك تعيشي حياة عادية مثلك مثل أي بنت بعمرك. عم بتطمني دكتور، بس بعدني قلقانة من الدواء. عن جد ضروري لفاتن؟ لأنه سمعت عنده عوارض جانبية وممكن ينعس. الأدوية مفيدة جدا لتوقيف النوبات، وإذا اتاخدت بطريقة مناسبة العوارض الجانبية ممكن إدارتها. لازم أخدهم كل يوم؟ نعم فاتن، رح نزيد الدواء تدريجيا لنوصل للعيار المطلوب. بعدين بتضلي تاخدي الدواء لحد ما نقرر سوا نوقفه. مهم تاخدي الدواء مثل ما بوصف لك اياه وما توقفي لحالك. اذا بتوقفي فجأة ممكن تعملي نوبة، بس نوبة اقوى من قبل وممكن تأذي حالك. حتى لو ما بقى عندي نوبات؟ حتى لو ما عملتي نوبات لازم تاخدي العلاج لفترة طويلة، بس ما عم نحكي عن علاج للحياة كلها. هدفنا هلأ نسيطر على النوبات. لما يكون صار لك سنتين بلا نوبات ابدا، فينا نبحث بانه نوقف الدواء تدريجيا. اوكي، هل الدواء رح يزعجني بشي؟ إجمالا الناس بيتحملوا العلاج بكل سهولة، بس ممكن تواجه شوية أعراض جانبية مثل دوخة، زيادة وزن، مشاكل بالتوازن. بس الزيارات المنتظمة رح تساعدنا تتأكد إنه ما عندك مشاكل، ورح نعدل العيار شوي شوي تنساعدك تتفادي هالمشاكل. بحالات نادرة ممكن يصير في ردة فعل حساسية قوية بالجلد بيكون شكلها مثل الحرق. إذا صار معك هيك لازم توقفي الدواء فورا وتجي على المركز. بالإضافة للدواء في شوية تغييرات بسيطة بدك تعمليها بحياتك لنتفادى الأذى إذا صار معك نوبة تانية. مثل شو دكتور؟ بحالتك فاتن مهم إنه ما تروحي على حقل حد النهر لحالك، دايما خلي حدا معك. أفضل كمان إنه ما تطبخي على نار مفتوحة، بركي فيك تساعدي الماما بغير طريقة. أكيد دكتور، مهم إنه تكون بأمان. واضحة الأمور فاتن؟ عندك أي سؤال سكينة؟ دكتور شو لازم أعمل إذا صار معي نوبة جديدة؟ شكراً سكينة أنك طرحتي هالسؤال. في إشياء بسيطة ممكن تنعمل خلال النوبة بتخلينا نتجنب الإصابات وبتساعد فاتن تستعيد وعيها بأمان. شكراً دكتور فادي، وضحت الأمور. بركي كمان تطلعي على الساعة لما تبلش النوبة تتشوفي قدي ضليت وتخبريني. بعدين مهم كمان تعرفي شو يلي مش لازم ينعمل وقت النوبة. من المهم إنه تفسروا نفس الشيء لكل أفراد العائلة، وإذا في حدا عنده أي سؤال ممكن يجي معك ومع فاتن تنحكي بالموضوع. وإذا حسيت إنه رح يصير معك نوبة من الأفضل إنك تتمددي على الأرض حتى ما توقعي وتأذي حالك. عندك أي سؤال فاتن؟ لا شكرا دكتور. أي متى لازم أرجع لعندك؟ بدي منك تبلشي الدواء مثل ما قلت لك، وبشوفك بعد أسبوعين. بدي أتأكد إنه عم تتجاوب منيح مع العلاج وإنه ما عندك أي عوارض جانبية، فإذا بشوفك بعد أسبوعين. أوكي دكتور، شكرا. فاتن، سكينة حابب أفسر لكم بعد شغلي قبل ما تفلوا. عم بسمع. مهم إنه تعملي رزنامة تسجلي النوبات للمستقبل. كمان حابب إنه تزوركم بالبيت عاملة صحية وتراجع معكم كل شيء حكيناه اليوم. بناسبك هيك، وكمان إذا عندك أي سؤال فيك تطرحي عليها. إيه دكتور أكيد، كتير منيح هيك، لأنه مني أكيد أتذكر كل شيء حكينا. قولي لي فاتن، كيف كانوا آخر 3 أشهر؟ ما تزعل مني دكتور. ما راح أزعل، قولي لي. بلشت آخذ الدواء، كان كل شيء منيح، لحد من شي أسبوعين ونص قررت إني منيحة، وقفت الدواء. بعدها بكم يوم عملت نوبة. قلت لها إنه ما لازم توقفي الدواء، بس ما سمعت مني. أذيتي حالك؟ لا، ورجعت بلشت آخذ الدواء. مهم إنه ما أذيتي حالك،
توقيف الدواء فجأة ممكن يعمل نوبات. منيح إنك رجعتي أخدتي. قلي لي فاتن، الدواء كان عم يزعجك بشي؟ نصحت شوي. أوكي، هيدا الشي ممكن يصير، بس مع الغذاء الصحيح فينا نسيطر على الموضوع. صار معك نوبات تانية؟ خليني أشوف جدول النوبات. لا، ما عملت نوبات تانية. هل تم أي علاج وقت صارت النوبة؟ لا، قدرت أبرمها على جنبها مثل ما علمتني، ما خفت مثل ما كنت خايف قبل. كتير منيح سكينة، ساعدتيها كتير بهالوضعية أنت ونطرتيها تتوعى. بس إذا رجع صار معكن هيك، فيكي دغري تجي على المركز أو بتحكي مع العاملة الصحية، ما تنطري لوقت زيارة المتابعة. أوكي دكتور. فاتن، مهم كتير إنه ما توقفي الدواء لحالك. بس أنا مش حابة أخذ الدواء كل الحياة. بعرف إنه مزعج تاخدي الدواء كل يوم، بس مثل ما حكينا من قبل، لما يصير لك سنتين بلا نوبات ممكن نفكر ونقرر سوا توقيف الدواء. أوكي، شكراً دكتور.